السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. طبعا شباب، احنا اليوم عندنا المحاضره الخامسه. خلينا نذكر شنو اخذنا بالمحاضره الرابعه. المحاضره الرابعه اخذنا جزء من البرمجه، عرفنا على الاف، عرفنا الفور، عرفنا الدوال، اشياء بسيطه من عندهم حتى تعرفون تبرمجون الاردوينو بكل بساطه. هذا الشيء يعني اساسيات انت لازم حتى تتعلم يعني الاردوينو، فلازم تعرف البرمجه مالته شلون، تعرف شلون تكتب الاف، تعرف شلون تكتب الفور، تعرف شلون تكتب الدالة، شلون تعرف تتحكم بالدالة، شلون تستخدمها، شلون تستخدم باقي الأدوات اللي موجودة يعني ويا الأردوينو وبالبرمجة، يعني تعرف شلون تبرمج. يعني أغلب الأكواد اللي موجودة بالأردوينو هي أوبن سورس. أوبن سورس يعني شو؟ يعني مفتوحة المصدر، يعني أنت تقدر تأخذها وتخليها على القطعة مالتك وتشغلها. يعني أنت ما راح تحتاج تكتب كود هواي، مجرد تروح تشوف مثلا كود موجود. هسه يعني اقول لكم شلون تاخذون الكود وشلون تنزلونه وشلون تعدلون عليه، يعني راح نشرح بالدروس القادمه ان شاء الله، وهسه قليل هم نشرح. فانت تروح تنزل الكود وتظل تعدل عليه، يعني ماكو كود انت راح تكتبه هواي، يعني تكتب اكواد، مجرد تعديل فقط. فانا اريدك انت تفهم الاكواد اللي احنا شرحناهن البارحه، او الطريقه اللي شرحتها البارحه، مثلا تفهم الاف شلون جاي يصير، شلون جاي يتنفذ، الفور شلون جاي تتنفذ، مثلا الداله شلون جاي تتنفذ، هالشكل يعني فقط فهم، ما اريد انحفظ. طبعا حاليا بعد ما عرفنا هذا يعني شلون طريقه البرمجه بالسي بلس بلس اللي هي شبيهه للسي، راح نشرح الان واجهه البرنامج او واجهه المحرر اللي نكتب به كودات الاردوينو مالتنا. فالواجهه مال البرنامج، طبعا هاي الواجهه سويناها ساد حسين علوش، شكرا له. طبعا التصميم كلش حلو، عجبنا صراحه. المهم، فانا حبيت اخليه كواجهه للمحاضره الخامسه. فبالبدايه اول ما تجي للواجهه مالتنا، فهاي الواجهه راح تظهر لك بهذا الشكل. طبعا هاي الواجهه اللي نبرمج بها الاردوينو، واحنا نصبناها بدايه الدوره. اذا ما مثلا ما نصبها، فانت اتجه لاول فيديو او الفيديو الثاني، كذلك هم عندنا الشرح مالتها، تقدر تنصبها من خلال الفيديو الاول او الفيديو الثاني، موجود الروابط موجوده كذلك في الجروب. هذه الواجهه تتقسم الى عده واجهات، طبعا راح نشرحها يعني واحده واحده. اول واجهه اللي هو هذا شريط العنوان، هذا اللي فوق، طبعا هم ما كاتبينه، طبعا الصوره انا ناسخها ومخليها، يعني الصوره هاي مو انا اللي مسويها، بس لا يعني نشرح عليها. شريط العنوان اللي راح يطلع لك عنوان هنا، عنوان الصفحه اللي انت فاتحها، انت مثلا مسوي لك صفحه اكواد، فانت منطيها عنوان. هسه هذا هي عنوانها موجوده بهذه التسميه، فهنا راح يكون عنوان الصفحه اللي انت مخليها. كذلك هذا الخط اللي هو مثل الفاصل بين الكلمتين، وهنا الاردوينو والنسخه مالتك، ايش قد مثلا نسختك، مثلا اكو واحد نسخته 5 او واحد مثلا نسخته 6، هالشكل. فهنا الفيرجن النسخه مالتك، الفيرجن ما نسخه مالتك، تمام. هذا الشريط اللي فهمناه. كذلك في هذا الاوامر اللي هي تغلق النافذه، واللي هي تصغر حجمها وتخليها بالشريط اللي جوا. فهذا هذني طبعا اغلب الطلاب يعرفون، ما حاجه اشرحها. بعد هذا الشريط اللي هو شريط العنوان، نجي شريط القوائم. هذا شريط القوائم مهم جدا، احنا دائما يعني نشتغل به، فهذا الشريط مهم جدا، راح اشرحه بالتفصيل يعني خطوه خطوه. بس هذا اريدكم تعرفونه، انه لما اقول مثلا شريط القوائم اقصد به هذا الشريط، شريط القوائم. كذلك موجود عندنا شريط الادوات، وهذا الادوات هم راح نشرحهن وحده وحده بالتفصيل. طبعا هذا البوتن اللي هو موجود، هذا ما راح نشرحه حاليا، لكن بالمحاضرات الجايه راح نشرحها، فهذا راح يعني ما راح نشرحها بهاي المحاضره. الباقي اللي هو هذا الواجهه اللي هي الواجهه البيضاء، اللي هي تكون اكبر واجهه تقريبا. خلي اكبر الشاشه بس لحظه، تمام هالشكل يصير اوضح. فهاي الواجهه نشوف هنا اسم الصفحه اللي هو نفس هذا الاسم، تمام، اسم الصفحه، وهذا اسم الصفحة. هنا نكتب الأكواد مالتنا، يعني هنا شكو كود أريد أكتبه، هنا لازم أكتب الأكواد مالتي. فهنا كاتب عليها منطقة كتابة الأوامر البرمجية اللي هي الأكواد. فهالشكل راح نشوف الاسم أو صفة مثل هذه العلامة، نشوف مثلا هنا الاسم ما بي مثل هذه العلامة، لكن هذه العلامة الزغيرونة، هذا دليل على شنو؟
على انه انت ما حافظ هذا البيج. لما تحفظه راح تروح هاي العلامه، فهاي العلامه يعني شلون مثل العلامه التحذيريه، انه تحذرك انه هذا البيج لما راح تسده انت راح تفقد هاي الاكواد لان انت ما حافظها في مكان معين. تمام، يعني هاي العلامه فقط. بعدها نجي الشريط او منطقه التنبيهات. هنا راح تشوفون التنبيهات انه هنا يكتب لك مثلا جد انت مستعمل من ذاكره الاردوينو، هل الكود اللي انت كتبته صحيح او خطا، ويعطيك هواي تنبيهات هنا كذلك انت راح تقاها باللغه الانجليزيه. تمام، الشريط هذا اللي جوه، الشريط هذا الرقم ايش راح يبين لك؟ هذا الرقم يبين لك انه انت وين واقف، هذا المؤشر مال الكتابه اللي هو موجود، انه هذا يبين لك انه انت وين واقف على اي سطر. مثلا هنا انا واقف بالسطر الاول فهو كاتب لي واحد، كذلك هذا يكتب لك نوع الاردوينو اللي انت جاي تشتغل عليه واللي مربوط وين، اللي مربوط على الحاسب. هذه الواجهه احنا شرحناها حاليا، راح انفذ لكم اياها، راح انفذ لكم اياها شلون يعني بشكل عملي. خلي نروح هنا ندخل على الاردوينو، هذا هو الاردوينو، واجهه الاردوينو احنا نصبناها من زمان، فاول ما ادخل عليها حتفتح لي بهذا الشكل، انتظرها دقائق، فظهرت لي بهذا الشكل. هذه الواجهه احنا يعني تقريبا هي تختلف قليلا يعني، بس هو نفس الشيء، يعني هذا شريط العنوان، هذا الاشرطه مال القوائم اللي هي نذني، وهذا شريط الادوات، وهذا منطقه الكود، وهذن الاكواد اللي هن الاكواد الديفولت اللي موجوده، الاكواد الرئيسيه كذلك. هذا لما نشوف جاي اغير بالمؤشر مال كتابه جاي يصير عندي هنا بالرقم تغير، خلي اكبر هذا، اذا تلاحظون هنا هذا صغير، انه انا واقف على سطر رقم 9. كذلك هنا أنا اخر اردوينو انا مركبه تقريبا هو الاردوينو الكوم 11 مالتي، لان كل اردوينو جديده ينطيح رقم خاص فيها، مثلا كوم هسه انا شاد 11، لما اشد اردوينو جديده راح ينطيها كوم 12، لما اشد بعد اردوينو راح ينطيها كوم 13، هالشكل يسوي الاردوينو تلقائيا ينطي اسماء فحل. فحاليا احنا عرفنا هذه الواجهه شنو او منين تتكون هذه الواجهه، الواجهه جدا سهله يعني مو معقده. فبعدها راح نجي اول شيء، احنا هذا ما بيشرح كل شوي، راح نجي لشريط القوائم. شريط القوائم منين يتكون؟ اول شيء يتكون من عند شريط القوائم اللي هو هذا الفايل اللي هو هذا القوائم اللي هو نيو واوبن، واوبن ثانيه الامثله تنطينا الكلوز، هنا السيف، سيف از، وكذلك هواي اشياء راح تنطينا قائمه الفايل، مثلا نيو يعني هنا شارحها طبعا، راح ادز لكم هذا هم الفايل بي دي اف. هنا مثلا اوبن فتح برنامج جديد يعني نافذه جديده مثل هالشكل، لما ادوس لنيو فراح يفتح لي نافذه جديده اقدر اكتب بها اكواد ثانيه. تمام، فهالشكل لما اريد اضغط على الاوبن انا يكون عندي ملف سابق يعني مسوي اكواد سابقه بالاردوينو، فهذا الملف مثلا على سبيل المثال تقريبا انا وين عندي ملف بس اريد اتذكر مثلا هذا الملف انا حافظه هنا ملف، فاضغط عليه اوبن فراح تظهر لي انه هذا الملف الموجود انا وين خازنه، مثلا انا طبعا ما كاتب فيه شيء فظهر له هالشكل هذا الملف. هذا الاوبن، طبعا الاوبن الثاني اللي هو انت شنو فاتح من ملفات سابقه، مثلا هذا الملفات انت فاتحها سابقا فراح يظهر لك اياها هنا. كذلك الامثله اللي هم الاكسامبل، هاي الامثله ينطيك هو اكواد جاهزه يعني ينطيك مثال عليها، عليك فقط الربط. خلينا ناخذ مثال معين من هاي الامثله، خلينا ننزل هذه الواجهه، خلينا ناخذ مثال. هذا المثال مثلا على سبيل المثال احنا راح ناخذ السيرفو، السيرفو هو عباره عن ماطور يعني مثل الماطور بس يتحرك ضمن درجه معينه، ضمن زاويه معينه، اكو سيرفو يعني 180 درجه، اكو 360، واكو هواي نوعيات من السيرفو. فنجي للفايل، من الفايل الاكسامبل يعني الامثله، فهو ينطيك هواي امثله هنا، فاحنا نختار السيرفو، نجي على السيرفو تختار مثلا اي نوع من السيرفو، فراح تختار مثلا انا اخترت هذا النوع، فراح تظهر لي قائمه جديده لما اكبر،
اشوف انه هو شرح لي هنا شويه على اليوم نطين المكتبه او المكتبه منين راح انزلها اللي هي هاي مكتبه السيرفر. هسه راح نشرح شلون نضيف مكاتب وشلون مثلا نتحكم بهن وشلون ننزلها من النت وشلون نضيفها تمام. فالسيرفر هنا منط هذا الاكواد يعني انطاك فقط كود كامل انت فقط تجي تربط وترفع الكود على الاردوينو وراح يشتغل عندك مباشره تمام. وكذلك منطيك هنا رابط المن هذا الرابط يشرح به ياخذك للموقع الرسمي مال الاردوينو حياخذك اليه حتى يشرح لك به شلون طريقه الربط. هنا هذا عندنا هو ماتور السيرفو هالشكل. فهو الماتور يطلع من عنده تقريبا او ينطيك ثلاث وايرات اللي هو اصفر والاحمر والاسود. الاحمر والاسود اللي هن حار وبارد تمام اللي دائما يعني اللي يفهم بالكهربائيات الفي اس اس الفي سي سي والجي ان دي اللي هو البارد والفي هو اللي هو الحار. هذا الماتور يشتغل على 5 فولت فراح نخليه ل 5 فولت. شلون؟ من خلال البنات اذا تتذكرون عندنا احنا انا مخليكم هاي الصوره اذا تتذكرون انه هاي البنات ارجل التغذيه فمن انا راح ننطي طاقه من انا راح ننطي 5 فولت اذا تلاحظون هذا الشكل. خلي اقربها الشكل اذا تلاحظون هذا هذا البن اللي هو راح ناخذ من عنده 5 فولت وهو كاتب لك عليه هو 5 فولت تمام تمام. فهسه احنا راح نغذي من خلال هذه التغذيه هو منطيك الربط مالته. المخرج الثالث اللي هو الاصفر اللي هو راح تنطي اشاره هنا أنا شنو منطيك مثلا بالكود مالته منطيك رابطه على بنت 9 فانت راح تجي تربطه على بنت 9 مباشره يعني مباشره فقط تربط ترفع الكود حيشتغل عندك. كذلك هو شارح لك هنا أنا دائره كهربائيه كذلك منطيك الكود هنا أنا تقدر تنزل الكود يعني احنا قلنا الكود هو اوبن سورس. كذلك تقدر مثلا تشوف شرح عن مثلا الدوال الثانيه مثلا دوال الماب او دوال غير دوال ثانيه تمام. فهنا يعطيك شرح كامل عن من عن هذا يعني عن هذا المثال اللي هو انطاك اياه. فانا راح اسيب هذا تمام. نرجع نكمل شباب هذه الواجهه مالتنا. عرفنا انه الاكسامبل هو ينطينا هواي شرح عن مثلا سيرفو انا مثلا احتاج مثلا غير سيرفو مثلا احتاج سي دي رام فينطيني هواي امثله على سي دي رام مثلا اخزن فايل او اخزن صور او ملفات انزلها كذلك واي فاي او هواي اشياء يعني. فهذا الامثله. فهنا كملنا من بعد ما كملنا من الامثله بعد الخيارات الثانيه اللي هو كلوز راح تغلق لك هاي النافذه سيف وسيف اس للحفظ الخروج هنا كذلك. فكملنا من نافذه فبعدها بعد ما كملنا من الفايل نجي للقائمه الثانيه اللي هي القائمه انا نسيت هذا اللي هو القائمه الثانيه اللي هو اديت. هذه القائمه كذلك فيها هواي شغلات دائما نستفاد من عندها هاي الشغلات فمثلا بها الكوبي بها الكات بها الكوبي بها الشغلات البقيه وبها مثلا بيس بها الجو تو لاين يعني وين تروح بها الفايند. وهذا اهم امر احنا راح ناخذه او اهم شغله بهاي القائمه انه الفايند مثلا وين راح الفايند مثلا انت عندك فد متغير او فد شغله انت كاتب مثلا هواي اكواد او مثلا عندك بن معرفه مثلا بن 9 معرفه فتريد تغيره الى بن مثلا 7 او بن 13 يعني تريد تغير في الشغله فتروح تكتب بس الشغله هاي اللي انت تريد تغيرها وتسوي له مثلا استبدال او استبدال الكل فراح يستبدل لك اياها يعني بدل ما انت تروح تغير بيهن بالكود وحده وحده هنا تقدر تسوي استبدال. فهنا تكتب مثلا الجمله خلي مثلا نسوي هاي اللوب على سبيل المثال اللوب نكتبها هنا ماشي واريد استبدلها مثلا خلي اكتب مثلا لوب لوبس. فلما اسوي الاستبدال فشوفون قاعد يستبدل لي اياها مثل ما استبدل لي اياها هسه. فهالشكل هذا يعني جدا مهم اذا مثلا تبدون تغيرون بالاكواد مالتكم فراح اسد هذا القائمه. كملنا من هاي القائمه هاي القائمه البقيه يعني ما بيهن شيء مجرد يعني لصق ونسخ وهاي الشغلات البقيه. فننتقل للقائمه الثانيه. القائمه الثانيه كذلك مهمه بها يعني شغلات
يعني هم حلوة. بها مثلا هنا عندك تصحيح الخطأ، هنا أوبديت، بها رفع، بها أهم شيء بهاي القائمة، أهم شيء اللي هو اللايبرري اللي هي إن المكتبات، وهذا أهم شيء عندنا بالأردوينو. الأردوينو أنت مثلا بدال ما تروح تكتب هواي أكواد مباشرة، بس تنزل المكتبة وتضيفها. شلون تضيفها؟ أول شيء تنزلها من الإنترنت، يعني ينطونك إياها من خلال رابط، من خلال مثلا يدزوا لك إياها على تيلي أو فد شيء. فلازم تكون هاي المكتبة بصيغة الزت آي بي، لازم تكون بامتداد زت آي بي من خلال هذا الخيار اللي هو إديت زت آي بي لايبرري. فأنت راح لما تضغط عليه راح تطلع لك قائمة يقول لك حدد لي المكتبة اللي أنت تريد تضيفها، تمام؟ فهو حيضيف لك إياها. كذلك عندنا هواي مكاتب، يعني انت موجودة ديفولت باي ديفولت بالمحرر هذا مالتك. فهسه مثلا انا اريد اضيف مكتبة مثلا على سبيل المثال السيرفو اللي هو هذا الماتور، فلما اضغطها هو مباشرة راح يضيف لك اياها هنا. فهذه يعني في شيء جدا مهم المكاتب. هاي القائمة احنا كملنا من اتا. القائمة الثانية اللي هي التولز، القائمة التولز كذلك بها شغلات مهمة، بها البورت وبها البورد. هذن البورد مثلا انت تريد تشتغل على بورد اردوينو، لكن احنا عرفنا انه الاردوينو بها هواي انواع، بها النانو، بها الاونو، بها الميجا، بها البرو، بها هواي اشياء. فهذن البورد انت لما تجي تشتغل مثلا على اردوينو مثلا اونو، فراح تحدد هذا. مثلا تشتغل على اردوينو نانو، فانت راح تحدد مثلا نوع من الاردوينات، مثلا اردوينو يعني انت حسب الاردوينو اللي انت تريدها. مثلا هاي عندنا الميجا، عندنا مثلا هذا نوع ثاني من الميجا، فانت تختار الاردوينو اللي موجوده عندك. فانا موجوده عندي اردوينو اونو، فانا راح احدد على الاردوينو اونو، وهذا دائما انا اتاكد من عندي، تمام؟ كذلك عندنا هنا البورت اللي هو يتاكد لك انه الاردوينو مربوطه مع الحاسوب او لا، يعني هو متعرف عليها جهاز الحاسوب لو لا. فهسه حاليا انا ما رابط اي اردوينو وياه، فما راح يظهر لي هنا علامه صح. هذه الاردوينو هو يعني اردوينو سابقه، يعني انا كنت رابطها فهو حافظها. فهسه راح اضيف اردوينو مجرد انه اركب الواير مالتها بمنفذ يو اس بي، منفذ التغذيه، واركبه بالحاسوب هالشكل، يعني مباشره راح يتعرف عليها الاردوينو مباشره. لاحظ انه انطاها اسم كوم 11، يعني هاي الاردوينو مالتي انا يعني منطيها اسم افتراضي كوم 11 ومخلي لي عليها علامه صح، يعني هذا الرابط عليها. يعني حاليا اذا اريد ارفع الكود مباشره يرفع لي على الاردوينو، فانا عرفت انه هاي الاردوينو هي رابطه او مكنكه ويا الحاسوب ويا هذا المحرر، تمام؟ فممكن هنا أنا يعني ممكن اسوي ملف جديد، مثلا عندي اثنين اردوينو انا اريد ابرمجهم، وحده هنا وحده هنا، فاسوي اردوينو يعني او بيرج ثاني، فاختار التولز، من خلال التولز اروح مثلا اختار كوم 3 هالشكل، فراح يحدد لي على كوم 3، حدد لي بهذا الشكل. فانا راح ارفع الكود مالتي مال هذه الصفحه على كوم 3 اللي هو الاردوينو الثالث، مو الاردوينو ال11، تمام؟ فهالشكل يكون البورت. لازم انت تعرف الاردوينو مالتك شنو اسمها، الكوم مالتها، حتى تحدد عليها الاكواد مالتك وترفعهن على الاردوينو مالتك، تمام؟ فاحنا عرفنا شنو مهمه البورت والبورد، هذين اثنيناتهم. الباقي يعني اشياء ناخذها ان شاء الله بالمستقبل، مثلا سيريال يعني الخيارات البقيه، لكن حاليا انا اريدكم تعرفون بس البورد والبورت. احنا هسه عرفنا هذه القوائم، عرفنا شنو مهامها، انتم لازم يعني تعرفون يعني شنو مهامها، لازم يعني دائما احنا نستخدمها. فبعد ما اخذنا هاي القوائم راح ننزل هاي القوائم، هاي القوائم كلش سهله وانا شرحها هنا أنا كذلك لكم، يعني منطيكم فد اشياء بسيطه عليها. مثلا هذا العلامه الصح او هذا هو علامه الصح اللي هو هذا يعني تشيك، انه تشيك لك الكود مالتك اذا كان صحيح او خطا. فيعني يعني انت ما تريد ترفع البورد مالتك، بس تريد تشوفه صحيح او خطا. فلما ضغطت، طبعا انا حاليا انا ما حافظ يعني هذا البيج اللي عندي او الصفحه اللي عندي اللي اكتب بها اكواد، انا ما حافظها. فمثل ما تلاحظون هاي العلامه قلت لكم هاي يعني انا ما حافظها، فهو يطلب سيف يعني يريد حفظ هذه الصفحه. انا اريد احفظها، اختار بوكاني هنا واحدد له بوكاني واحفظها. اذا ما اريد مجرد انه اقول له كانسل او هذا الخطا اللي فوق، فمباشره راح يشيك لي اياها، يشوف انه ما موجود بها فد شيء خطا.
انتظر لان هي الكود الديفولت، فيقول لي انه دون يعني انه ما بيها اي خطأ، فانطاني هنا التعليمات انه ما بيها اي خطأ، ويعني هاي الشغلات البقية الملاحظات تمام. فهذا اللي هو الزر الاول. الزر الثاني اللي هو هذا، الزر الثاني اللي هو اليوب، هذا الزر اللي هو راح يرفع لك الكود مالتك هذا على الاردوينو اللي انت رابطها وياه. فهذا الزر راح يرفع لك البورد الكود مالتك على البورد اللي انت رابطها وياه. هذا الزر اللي هو نيو، فلما تضغط راح يطلع لك صفحه جديده من المحرر مالتك. هذا الزر اللي هو اوبن، هذا الزر اللي هو سيف. لما اجي اشر هنا راح تظهر لي كتابه، اذا تلاحظون كتابه على جهه اليمنى قاعد تتغير لما اشر، فهو يطلع لك هنا هاي الكتابه. طبعا هذا الزر احنا قلنا السيريال، هذا السيريال بعدين راح نشرحه ان شاء الله يعني بالمحاضرات القادمه. حاليا احنا هسه عرفنا شنو معنى هذن الايقونات، وعرفنا شنو شغلهن. ايقونات سهله، هذا مجرد يصحح لك، هذا مجرد يرفع لك الكود مالتك، هذا نيو، هذا اوبن، وهذا السيف تمام. فحاليا احنا كملنا من شرح واجهه البرنامج او واجهه المحرر هذا مالتنا. فبعدها راح نجي نشرح على اليمن على الهيكليه الكود مالتي. هذا خلينا نمسحه، خلينا نكبر الشاشه بهذا الشكل. طبعا اكو فشغله مهمه اريد اهم اقول لكم عليها، وكذلك انا هم اريد اسويها. لما اريد اعدل هذا الكود، او لما اريد اكبر مثلا حجمه او انطي اعدادات، فمن الفايل اروح لهذا الخيار قبل الاخير، فتطلع لي هنا الاعدادات مالتي. فانا قد اريد هنا حجم الفونت، فونت سايز قد اريده، مثلا اريد انا على سبيل المثال 20، فلما اكتب له 20 راح ادوس له اوكي، فنشوف الخط راح يكبر. فهنا هذا التعليق، التعليق انه نخلي سلاش، هذا تعليق ما احتاجه امسحه، وهذا التعليق كذلك ما احتاجه امسحه. فهسه حاليا انا صفه عندي بهذا الشكل. احنا شرحنا يعني القوائم والواجهه بصوره كامله، ان شاء الله ما عندكم سؤال عليها. حاليا راح نتجه للكود مالت الكود. دائما نشوف انه اول ما يبدا الاردوينو او اول ما يبدا محرر الاردوينو شو راح نلاحظ؟ راح نلاحظ بي دالتين، هاي الداله وهاي الداله، الفويد سيت اب والفويد لوبس. طبعا هن من اسماء. اول شيء اول داله راح تتنفذ عندي اللي هي الفويد سيت اب. لما اسالك منو هي اول داله راح تتنفذ، هي الفويد سيت اب، مثل الفويد مين هي اول داله. بعدها بعد لما يكمل هذا الدوال، لما يكمل هاي الداله ايش راح ينتقل؟ راح ينتقل للفويد لوب. هذا الفويد لوب كذلك داله ثانيه لازم تكون موجوده داخل هيكله يعني الاردوينو، او داخل هيكله الكود مال الاردوينو. فلازم عندك دالتين، فويد سيت اب والفويد لوب. باي برنامج لازم عندك هاي، يعني باي برنامج لازم عندك هذين الدالتين. زين خلينا نشرح شنو هن هذين الدالتين. هذا الفويد سيت اب شكو شيء ثابت تريد تعرفه، او فشي مثلا ثابت تريد تنطيه مود مالته، او تريد مثلا تنطي معلومات ثابته ما تريد تتغير، راح اكتبها هنا تمام. مثلا تعريف البنات، المود مال البنات، فاشياء ثابته تخليها طول الوقت، فراح تخليها هنا. الاشياء اللي تريدها تتكرر كل شوي يقراها، كل شوي يقراها، فهو راح نكتبها هنا. من اسمه void loop، فهو عباره عن لوب يبقى يتكرر لحد ما تنقطع الكهرباء على الاردوينو، يعني لحد ما الاردوينو يتوقف، من عند الكهرباء تتوقف يلا يوقف هذا الفويد لوب، ما الى نهايه. فالاشياء اللي تريدها تتكرر لازم تكتبها داخل الفويد لوب، الاشياء اللي ما تريدها تتكرر نكتبها هنا داخل السيت اب. فهذا مثلا تعريف المتغيرات، مثلا عندنا البن، مثلا بن مود او اشياء ثانيه، فراح نخليها دائما هنا فويد سيت اب. كذلك الفويد لوب راح نخلي بها الاشياء اللي تتكرر. اكو متغيرات مثلا انا اريد استعملها هنا واريد استعملها هنا، فاعرفها هنا، تكون تعريفها يعني شلون يعني خارج هذين الدالتين حتى يتعرف عليها الدالتين. مثلا اريد اكتب انت اكس على سبيل المثال، فهذا الاكس الانت اكس احنا عرفناه خارج هذين الدالتين، فراح يتعرف على هاي الداله وعلى هاي الداله تمام. طبعا اللي جاء انا شرحت الهيكليه، ما اريد اطول عليكم لان صار شوي محاضره طويله، فانا شرحت بس الهيكليه حاليا.